10 السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. غرفة ثوار ليبيا تؤكد بعدم سماحها بأي تهديد للعسكريين، وحكومة الإنقاذ تشكل لجنة أزمة لمتابعة شؤون النازحين من مدينة سرت. مظاهرة في ميدان الشهداء بعنوان لا للمؤامرة الدولية لا للخيانة الداخلية، وأعيان ليبيا للمصالحة يحملون مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية والأمنية للساسة وصناع القرار. تحشيد لبعض قوات ما يعرف بعملية الكرامة غربية درنة، ومقتل 23 عنصرا وجرح 40 آخرين من قوات مجرم الحرب حفتر الجمعة. أكدت غرفة عمليات ثوار ليبيا أنها لن تسمح بأي تهديد لأبناء المؤسسة العسكرية، ولن تسمح بأن يمسهم سوء من أي جهة كانت. ودعت الغرفة الأجهزة الأمنية والثوار وكل الليبيين أن يكونوا يقظين وحذرين من أي فعل يسبب الفوضى في بلادهم والدمار في ديارهم حسب نص البيان. ونبهت الغرفة كل من يشتغل في الأجهزة الأمنية أن ينأوا بأنفسهم عن الدخول في مواطن الفتن وإشعال الحرب، مؤكدة وقوفها مع هذه الأجهزة الأمنية. شكل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل لجنة تتولى بمتابعة شؤون النازحين تسمى لجنة الأزمة لشؤون النازحين من مدينة سرت. الغويل أعلن في القرار أن اللجنة يترأسها النائب الثاني لرئيس الوزراء أحمد الحافر، وبعضوية 6 ممثلين عن مختلف الوزارات بالحكومة. وحسب القرار فإن اللجنة مكلفة بمتابعة شؤون الأسر النازحة من سرت إلى المدن المجاورة وتقديم كافة الإعانات والخدمات الأساسية. يشار إلى أن أعدادا كبيرة من الأسر خرجت من مدينة سرت والمناطق المحيطة بها على خلفية الاشتباكات الدائرة بين قوات الثوار وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. تظاهر عدد من المواطنين بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس رافعين شعارات رافضة للحكومة المقترحة من قبل البعثة الأممية. وندد المتظاهرون بما يقوم به مجرم الحرب حفتر رافعين شعار داعش وحفتر وجهان لعملة واحدة. كما أكد المتظاهرون على دعمهم لثوار مصراتة والمنطقة الوسطى في قتال ما يعرف بتنظيم الدولة، وأيضا على دعمهم لثوار بنغازي ودرنا في قتال مجرم الحرب حفتر. والمستبدين والمتآمرين والمنبطئ. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الغني بوغريس أحد نشطاء ساحات وميادين الثورة. بداية سيد بوغريس، شعار المظاهرة كان لا للمؤامرة الدولية لا للخيانة الداخلية، يعني ما المقصود بهذا الشعار؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكركم على هذه الاستضافة. ونتمنى لكم التوفيق جميع أهالي والعاملين في قناة التناصح. الحقيقة المقصود بهذا الشعار أن المؤامرات الخارجية تكرس جهودها في سبيل إحباط ثورة 17 فبراير بالتعاون مع بعض العناصر الداخلية التي أغراضها وأهدافها خاصة ومحدودة ولا يهمها الوطن ولا الدين. وبالتالي هذا الشعار يعني واضح في مضمونه كما نرى، لا للمؤامرة الخارجية والخيانة الداخلية. سيد بوغريس، ما مدى تأثير هذه المظاهرات في الشارع الليبي؟ والله تأثيرها يعني إلى حد ما تلجأ الاستجابة لها، ولكن عدم اللامبالاة في المساهمة في تفعيلها وفي إثارة الرأي العام للعالم. الحقيقة أن السلبية ظاهرة في مجتمعنا الليبي في كل المدن، مش بغض النظر عن مدينة طرابلس، طرابلس بالدرجة الأولى. أخيرا سيد أبو غريس، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال هذه المظاهرات؟
والله الرسالة التي نرد إرسالها هو إعادة النظر في إقحام الليبيين في هذا المجلس الرئاسي الذي فرض بقوة من الدول الغربية ودول وبعض دول الجوار. والحقيقة نرفض هذه الطريقة في تقرير مصير الليبيين والخروج عن مبادئهم وهدفهم من خروجهم ضد النظام السابق. وبالتالي نحاول أن نفهم أبنائنا بالدرجة الأولى أن يعوا هذا التصرف الدولي. نعم عبد الغني أبو غريس أحد نشطاء صحة وميدان الثورة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طالب مجلس أعيان ليبيا للمصالحة في بيان له الجهات الأمنية بطرابلس بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وأملاكهم، محملا من جهة أخرى من دعاهم بالساسة وصناع القرار أسباب تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية. هذا وحمل مجلس أعيان ليبيا في نفس البيان خاطف عضو المجلس البلدي علي بن نيران مسؤولية سلامتهم، مشددا على ضرورة الإفراج عنه دون قيد أو شرط. وأشار المجلس إلى أن من يقوم به مجلس أعيان ليبيا من دور في مشروع المصالحة الوطنية يحتم عليه الوقوف في صف كل مظلوم ويتيم ومهجر ومخطوف ونازح. ذكرت هيئة علماء ليبيا كل المسؤولين في الدولة الليبية إلى ضرورة وضع حلول مناسبة للأزمة المالية والاقتصادية في البلاد. الهيئة دعت في بيان لها رجال الأعمال إلى أن ينالوا فضيلة الإنفاق في سبيل الله، مذكرة إياهم بعظيم الأجر والثواب في حالة اشتداد الحاجة، داعية القائمين على الجمعيات الخيرية إلى ضرورة مد يد العون للأسر النازحة في بني وليد ومصراتة والمدن التي يتوافد عليها النازحون. كما وجهت الهيئة دعوة لكل المواطنين إلى ضرورة نصرة الحق ومحاربة المجرمين والمارقين وردعهم حسب نص البيان. وصلت الجمعة طائرة الإسعاف العسكرية الإيطالية C-130 إلى مطار مصرات الدولي لنقل 17 جريحا نتيجة الاشتباكات الدائرة في منطقة سدادة وأبو غرين ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. طائرة الإسعاف وصلت مساء الجمعة وذلك لنقل الجرحى والمصابين من ثوار المدينة الذين يقاتلون بقايا التنظيم في منطقة سدادة. هذا وسيتم علاج الإصابات الخطيرة والحرجة منهم في مستشفى روما العسكري. وجه الهلال الأحمر الليبي فرع مصرات نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني ومؤسسات المجتمع المدني لمد يد الهاون للأسر النازحة من مناطق الاشتباكات في المنطقة ما بين سرت ومصرات. الهلال الأحمر وفي بيان له صدر الأربعاء قال إنهم على استعداد لجمع هذه المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها عن طريق تشكيل غرفة طوارئ لتحقيق هذا الهدف حسب نص البيان. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد المصراتي الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر. بداية سيد مصراتي، كم بلغ عدد النازحين من مناطق الاشتباكات؟ في البداية مساء الخير لك أخي الكريم ولجميع من يتابعون عبر قناة تناصح. نتيجة النزاع الموجود في منطقة بوغرين ومزاورة بدأت موجة نزوح المناطق إلى العديد من المدن القريبة من ضمنها بن وليد وكربون ومصراتة وأيضا حتى قرب من مدينة طرابلس منطقة تاجورة والخمس. المئات من الأسرة توجهت إلى تلك المناطق تحت رعاية الأمن وأيضا استقرار لهم في ظل تصاعد النزاع المسلح في منطقة تاجورة. الأعداد التي تجرت لدينا تزداد يوما تأخر، ولكن في المجمل المئات من العائلات كانت في مصراتة حيث فرع الجمعية لهدف
تتجاوز 180 عائلة إلى هناك أكثر من 60 عائلة في مدينة بن وليد حسب ما ودونا لدينا من القرى الجمعية. هناك أيضا عدد من المواطنين وغيرها من المناطق. فبناء عليه فإننا الآن نعمل بالتواصل مع القرى الجمعية في تلك المدن على تقديم الخدمات المختلفة لهؤلاء النازحين. اليوم تم توزيع عدد من السلات الغذائية إلى تلك القرى النقل ومصراتة وهنا بما لا يقل على 900 حصة غذائية مقدمة بالتبرع من البنك. أيضا لنا تعاون خلال هذه الفترة من الانتظامية لإمدادهم أيضا من مستندات غذائية وغيرها. أيضا تعاون مع منظمة الهجرة الدولية في إمدادنا بمواد غذائية تستهدف المزيد. طيب هل هناك أي إمدادات من مؤسسات الدولة أو أي جمعيات خيرية أخرى لمساعدة النازحين؟ والله طبعا أخي الكريم من خلالكم من خلال هذا المنبر الإعلامي نود من الجميع التواصل مع جمعية الأحمر، لأن كما ذكرت الاحتياجات الإنسانية لا تتوقف بتقديم هذه المساعدات التي ذكرت، بل هي احتياجات متواصلة مع تواصل هذه الأزمة. هناك المستشفى الطبي الذي هو يعمل بالإسعاف والعديد من الحالات نتيجة هذا النزاع، وهناك يحتاج لماديات العون والمساعدة من توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتشغيل المستشفى. نعم، إذا سيد محمد المصراتي الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال الناطق الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنا حافظ الضباء في تصريح لقناة التنصح إن هناك معلومات لتحشيد بعض القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة بمنطقة كرسة الساحلية غربي المدينة. الضباء أضاف أن مجلس شورى وأعيان المدينة اتفقوا منذ أكثر من عام مع أعيان منطقة كرسة أن يتجنبوا إدخال قوات ما يعرف بعملية الكرامة إلى المنطقة. هذا وحذر الضباع أن مجلس شورى لن يتوانى في الرد على أي اعتداء على المدينة من أي جهة كانت، مضيفا أن المجلس في حالة دفاع مشروع دائما ولن يقوم بمهاجمة أحد إلا إذا تعرضت المدينة إلى الاعتداء. أفادت مصادر محلية من إجدابية بتجدد حملة الاعتقالات في المدينة من قبل جهات عسكرية غير معلومة التبعية. المصادر أوضحت أنه خلال أسبوع تم اعتقال 3 شباب مدنيين من بينهم 2 من خطباء المساجد بتهمة أنهم موالون لمجلس شورى تحالف ثوار إجدابية وضواحيها. هذا وأكدت ذات المصادر أن أهالي المعتقلين سعوا لإصدار بيان بخصوص أبنائهم المختطفين، ولكن جوبه من قبل الكتيبة 21 جدابية التابعة لمجرم الحرب حفتر بمنعهم من إلقاء البيان حسب ما ذكره المصدر. قتل 23 عنصرا من ميليشيات مجرم الحرب حفتر نتيجة اشتباكات يوم الجمعة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي. وحسب بعض المصادر فإن 40 جريحا هي حصيلة عدد جرحى الاشتباكات من بينهم حالات حرجة، في حين تعاني المستشفيات الرئيسية في المدينة نقصا حادا في المعدات والأدوية. يشار إلى أن المستشفيين الرئيسيين بالمدينة قد أعلنا حالة الطوارئ بعد استقبالهما لأعداد كبيرة من القتلى والجرحى. قتل أحد القادة الميدانيين صباح الجمعة ويدعى محمد أدريس الفاخري التابع لقوات مجرم الحرب حفتر متأثرا بجراحه جراء المحارك الدائرة في مدينة بنغازي. مصدر من المدينة قال إن الفاخري أصيب خلال الأيام الماضية جراء المواجهات العنيفة والتي اندلعت في منطقة الجوارشة مع مجلس شورى ثوار بنغازي ونقل أثر ذلك إلى المستشفى. يذكر أن قوات تابعة لمجرم الحرب حفتر تقاتل منذ أكثر من عامين ضد مجلس شورى ثوار المدينة، ما أدى إلى أضرار بالبنية التحتية إثر القذائف والبراميل المتفجرة التي تسقطها طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر.
قال الناطق باسم منفذ راشد دير حافظ محمر في تصريح صحفي انه تم فتح المعبر امام المسافرين من والى تونس. وقال معمر ان سلطات المعبر من الجهتين الليبيه والتونسيه اتفقتا على اعاده فتح المعبر بعد اجتماع بين حميد بلديه زباره ووالي مدنين والذي تم فيه نقاش المشاكل الحالقه. هذا واكد معمر ان الجانبين اتفقا على تسويه المشاكل الحالقه بخصوص التبادل التجاري بين البلدين. أصدر عدد من بلديات الجبل الغربي بيانا رفضوا فيه مسودة الدستور مطالبين محمد الحواسي عضو هيئة الدستور عن الجبل الغربي بمقاطعة الهيئة، مؤكدين أن بناء الدولة على أساس حق المواطنة والعدالة دون تمييز جهوي أو فئوي هو ما يجب أن يبنى عليه الدستور الليبي، وأن سياسة تقسيم المواطن إلى درجات وعدم التساوي في الحقوق لا تبني وطنا موحد. هذا ما قد ورد في مسودة الدستور. البيان ألقي بحضور مجموعة من الخبراء والمستشارين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من بلديات الجبل الغربي، وأيضا بحضور أعضاء من حركة المواطنة حقي وأعضاء من هيئة الستين. وفي خبر آخر، حيث كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا منذ أواخر العام الماضي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست على موقعها الإلكتروني الجمعة عن هؤلاء المسؤولين قولهم أن إجمالي عدد هذه العناصر أكثر من 25 عنصرا، وأنهم يعملون حول مدينتي مصرات وبنغازي، حيث أسند إليها مهمة التحالف مع شركاء محليين قبل هجوم محتمل ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. يذكر أن ما يعرف بتنظيم الدولة قد سيطر بالكامل على مدينة سرت ويسعى للسيطرة على الحقول النفطية في المنطقة الوسطى لتمويله. قال نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة إن الولايات المتحدة قلقة من تعاون متوقع بين جماعة بوكو حرام النيجيرية وما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. بلينكين قال إنهم اطلعوا على تقارير حول تعاون بين التنظيمين، وأن هناك تقارير تتحدث عن أن مقاتلين من بوكو حرام يذهبون إلى ليبيا التي يتمتع فيها ما يعرف بتنظيم الدولة بوجود قوة خاصة في سرت مستغلا الفراغ الأمني. وأضاف أن هذه كلها عناصر تشير إلى أن هناك المزيد من الاتصالات والتعاون، وهذا أمر ينظرون فيه بمنتهى الدقة لأن الولايات المتحدة تريد منعه ووقف تطوره حسب قوله. كبيرا أسفر أعلنت لجنة برلمانية بريطانية أن المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن منع تهريب البشر عبر منطقة البحر المتوسط فشلت في تحقيق أهدافها. لجنة الاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس اللوردات وفي تقرير لها قالت إن عملية صوفيا لا تعرقل قوارب المهربين بطريقة فعالة، وأن تدمير القوارب الخشبية دفع المهربين إلى استخدام القوارب المطاطية مما يزيد الخطر الذي يتعرض له المهاجرون. يذكر أن عملية صوفيا بدأت مهامها منذ عام 2015 على إثر تتابع عدد من الكوارث التي أدت إلى وفاة عدد من المهاجرين عبر منطقة البحر المتوسط. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنحل لعرقلته التقدم السياسي في ليبيا. وقال مسؤول أمريكي القرار يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا حسب ما نقلته رويترز. قدمت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية لتونس تتضمن طائرات استطلاع وعربات مجهزة بوسائل اتصال حديثة لتأمين حدودها مع ليبيا. وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي أماندا دوري لرويترز أن المساعدات خطوة جديدة تجاه الحليف التونسي لدعم ديمقراطيته في مواجهة الإرهاب. وأضافت عقب حفل تسليم معدات عسكرية تتضمن عربات جيب وطائرات استطلاع، يسرنا تزويد تونس بطائرة مراقبة لضبط تحركات الإرهابيين عبر الحدود مع ليبيا ووقف تسللهم حسب وصفها.
وصل إلى بلدية سليطنة الخميس وفد من الجنوب الليبي المكون من قبيلتي التب والتوارق بالإضافة لقبيلة الأحساونة. وعبر عميد بلدية سليطنة مفتاح الحمادي في كلمته عن ترحيبه بوفد الجنوب الليبي وسعادته لما آلت إليه جهود المصالحة بين قبيلتي التب والتوارق، مثمنا المساعي التي بذلت في سبيل إنجاح المصالحة. كما أكد أحد حكماء التابو فتحي كوسو على التمسك بسبل السلام وحل كل الإشكالات ونبذ الدمار والاقتتال. وقال أحد أعيان قبيلة الأحساونة محمد أحجالي بأنهم واصلوا جهودهم من أجل تسيير ما تم الاتفاق عليه، معربا عن تهانيه لمدينة أوباري بهذا الاتفاق. أطلق أهالي مدينة غريان الجمعة حملتين لدعم الأسر النازحة من مدينة سرت. أطلق على الأولى حملة تراحم والأخرى نحن أسرة واحدة مصابون واحد. وتجمع التبرعات المخصصة لحملة تراحم في مبنى هيئة الإغاثة قرب الطريق السريع بمدينة غريان. يذكر أن مدينة سرت والمناطق القريبة منها تشهد حركة نزوح كبيرة جراء الاشتباكات التي اندلعت فيها بين قوات ثوار مصراتة وما يعرف بتنظيم الدولة. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. غرفة ثوار ليبيا تؤكد بعدم سماحها بأي تهديد للعسكريين، وحكومة الإنقاذ تشكل لجنة أزمة لمتابعة شؤون النازحين من مدينة سرت. مظاهرة في ميدان الشهداء بعنوان لا للمؤامرة الدولية لا للخيانة الداخلية، وأعيان ليبيا للمصالحة يحملون مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية والأمنية للساسة وصناع القرار. تحشيد لبعض قوات ما يعرف بعملية كرامة غربية درنة ومقتل 23 عنصرا وجرح 40 آخرين من قوات مجرم الحرب خليفة حفتر. ختام نشرة السابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.